السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد ياسين أرت ستاف سوليوشنز. النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 3 من محاضرات الجافا ديزاين باترن. النهاردة نتكلم عن أول ديزاين باترن بالنسبة لنا هو السنجلتون ديزاين باترن. السنجلتون ديزاين باترن هو بيصنف تحت الكرييشنال كاتيجوريز، اللي هو في مشكلة أثناء الكرييشن أو إنشاء الكلاس، فبالتالي عايزين نهندل المشكلة. تعال نشوف المشكلة ونشوف حلها ازاي ونشوف التأثير بين لما استخدمنا ديزاين باترن بدون ما نستخدم السنجلتون ديزاين باترن. تعال نبدأ الأول في السلايد وبعدين نفهم الموضوع. الديزاين باترن سنجلتون ديزاين باترن أو باترن، ماله المبرمج ده، ماله حيران كده، بيقول ايه؟ I have a problem with my system design. I want to restrict the instantiation of the database connection to one instance only. I want to prevent client to create more than one database connection. The restriction instance يعني انا عاوز اعمل ايه؟ وعنده مشكله ان هو عاوز يشوف ديزاين او سوليوشن ان هو ما يجي يفتح على الداتابيس كونكشن او حتى على الفايل سيستم او على ان كونكت على درايفر او على اي ريسورس. هو محتاج ايه؟ يفتح وان كونكشن بس، ريستريكشن لكونكشن واحد بس. فبالتالي ازاي يمنع الكلاينت اثناء استخدام الكلاس بتاعه او الابلكيشن بتاعه انه هو يفتح وان انستنس؟ الفكره كلها ايه؟ ايه فكره السنجلتون؟ ان انا عندي مثلا عندي ثريد، والثريد ده مهمته انه بيفتح كونكشن على الداتابيز عشان يعمل حاجه معينه، فمفروض ان هو بيروح لسنجل انستنس في الهيب، فبيروح ايه؟ يتاكد ان ده الانستنس موجوده في ولا لا كانستنس، فبيروح اذا كانت موجوده بيشاور عليها خلاص. طب جينا فتحنا ثريد جديد، نفس الكلام، هيروح السيرش اذا كان الانستنس موجوده هيشتغل عليها، مش هيفتح واحده دي، ولو في ثريد ثالث وهكذا. ده فكره السنجل توم بشكل عام، ان انا مهما افتح من ثريدز او نفتح كونكشن هو في الاخر بيروح يتشيك على الانستنس المفتوحه او السنجل انستنس. ده بنسميه سنجل انستنس، نسخه واحده بس او اتصال واحد فقط. فيعني ايه سنجلتون باترن؟ هو عباره عن كلاس هاز اونلي وان انستنس ان ميموري. هو عباره عن كلاس بيكون ليه نسخه واحده بس في الميموري. اذا بيروح اول ما يجران الابلكيشن بيروح يكريت نسخه واحده في الميموري، وبعدين اي كول تاني واي اوبجكت تاني بيستخدمها هيروح يستخدم نفس الانستنس. الانشاليزيشن دايما بيبقى في اول مره، فيرست يوز، اول استخدام بيحصل فيه انشاليزيشن. بروفايد جلوبال بوينت اور سنجل بوينت تو اكسس ذا كلاس، يعني دايما في سنجل بوينت، بنسموه حتى سنجل بوينت اكسس، يعني انا عندي هو انستنس واحد او مكان واحد اقدر اوصل بيه للانستنس. Clients cannot create a new instance directly with a new keyword. الطبيعي ان مش ينفع نستخدم كلمة new خلاص، يعني class 1 equal كلمة new class 1 دي خلاص مش هينفع نستخدمها في singleton. This type of design pattern comes under creational pattern. يبقى هو ايه؟ يصنف تحت ال creational pattern. مشاكل عشان نعمل singleton implementation لازم ايه؟ لازم نتأكد ان الكونستراكتور دايما يكون برايفت. يبقى اول حاجه عشان ما نستخدمش كلمه نيو، ما ينفعش نعمل نيو انستنس فبنوقف كلمه نيو، لان كلمه نيو بتنشئ انستنس جديد، فلازم نوقفها الاول عشان نبريفنت كريت نيو انستنس. الحاجه الثانيه ان انا لازم اعرف برايفت ستاتيك اتريبيوت، ده عشان يمثل لي الكرنت انستنس، وده برضو بقدر اعرفها في الفيرست تايم او في الستاتيك او في الليزي انستنس هنشوفها دلوقتي. الحاجة التالتة ان هو لازم اعرف static method، دي بترجع لي الانستنس الموجودة في الميموري. اخيرا الكلاينت ما ينفعش يستخدم غير عن طريق الاكسسور فانكشن تو مانيبيوليت مع سنجلتون، فلازم ايه نوفر له للكلاينت نوفر له اكسسور يقدر يوصل بيه للانستنس واحنا بنتعامل مع سنجلتون. ده فكرة سنجلتون باتر، ان عندي كلاس هنلاقي ان الكونستراكتور ده شكل الكونستراكتور، طبعا اسم الاوبجكت وعليه البراكتس دي، معناه ده ايه؟ ده الكونستراكتور، وهنا برايفت لان ده ماينس فده برايفت كونستراكتور، وده انستنس، الانستنس دي بترجع لي
الايه الكرنت انستنس الموجوده في السنجل في الاكسس السنجل اكسس بوينت، وعندي هنا حاجه اسمها شو مسج عشان اطلع اتاكد ان انا مثلا اي حاجه يعني اي مسج ان انا اتاكد ان انا شغال في انستنس واحده بس. اهم حاجه ان في مجموعه من الستايلز ممكن استخدمها في تصميم السنجلتون، الايجر او الانشاليزيشن او الانشاء السريع، والستاتيك بلوك انشاليزيشن ان انا بنشئ الانستنس اثناء الستاتيك، وفي ليزي انشاليزيشن. طبعا في انواع تانية زي الثريد سيف، وفي مجموعه كبيره جدا من الستايلز عشان نكريت بيهم او نعمل انشاليز للسنجل تون باترن. تعال نشوف المشكله الاول. عندي هنا عندي كلاس اسمه ايه؟ اسمه database connection. database connection فكرته بس ان ايه؟ بيطبع لي بيفتح connection على database ويجهز نفسه للconnection، ويطبع لي بعد كده ايه؟ الهاش. فهنا المفروض ان انا بس ايه؟ بقول له ان انا هنا كل فكرة الجزئية دي ان هي open الداتا بيز درايفر ولود الدرايفر، وبعدين الاوبن كونكشن. طبعا بعد ما بيدي بعد ما بيست ست الكونكشن بروبرتي، طبعا انتوا عارفين الخطوات فتح الجي دي سي كونكشن صح، فاحنا عارفين خطوات الجي دي سي كونكشن. فهو المثال ده بيفترض ان انا عامل الكلام ده كله هنا تمام، وفي الاخر بطبع الكرنت الهاش كود للانستنس الحالي. جيت هنا في الديمو بقول له ايه؟ انا رحت خدت عندي مجموعه من الداتابيز ديم اوبريشن زي عمليه ان انا بعمل انسيرت وابديت تمام؟ بعمل انسيرت ابديت ديليت. وطبعا عشان اعمل انسيرت ابديت ديليت في الداتابيز المفروض ان انا افتح كونكشن على الداتابيز وبعدين ببدا ايه استخدم الديميل اوبريشن. طب ممتاز. فانا هنا قلت له روح هنا في مجموعه بعمل انسيرت ال 50 ستيتمنت، وبعدين بعمل شويه ابديت وبديليت حاجه معينه، وبعدين بتاكد ان الدنيا تمام. فدي عندي مثال صغير اللي بعمل انسيرت وابديت وديليت في الداتابيز. تعال نرن كده. شايفين هنا تحت كل دي الانستنس اللي فتحت في الميموري، شايفين قد ايه؟ عشان نعمل بس انسيرت ابديت ديليت فتح لي كل الانستنس. تخيل بقى لو في عندك عدد كبير من اليوزرز وفي ابلكيشنز كتيره شغاله وفي ستيتمنتس كتير، فتخيل حجم الانستنس اللي هتكون مفتوحه. هيحصل داتابيز لوك، هيحصل مشكله في الداتابيز كونكشن، الكونكشن بول مش هيستحمل حجم الايه؟ حجم الانستنس اللي فتحت عليه، فبالتالي هيعمل لنا ازمه كبيره جدا، وبالتالي هتاثر في البرفورمانس، هتأثر في الداتابيس تيورنج، هتأثر في الداتابيس كونكشن، فدي مشكلة. طيب هنحل المشكلة ازاي؟ لا، قال لك هنحل المشكلة بطريقة مختلفة تماما، إن احنا هنعمل كرييت أو انشيت لل أو نبلاي الكلام ده كله كلاس ده هنحوله للسنجل تون ديزاين باترن. طيب السنجل تون ديزاين باترن أول حاجة قلنا أول مشكلة عندنا فين؟ أول مشكلة عندنا هنا لو بصينا تحت هنا في الديمو بتاعنا هنلاقي المشكلة فين؟ في كلمة نيو دي، ان كل مرة بروح افتح database connection هيروح ينشئ نيو انست. طب دي مصيبة لوحدي، دي مصيبة في السوفت وير ديزاين، دي مصيبة. الحل ايه؟ الحل ان انا هستخدم ديزاين باترن. اول خطوة قال لك ايه؟ قال لك ان احنا عشان نمنع المصيبة دي اول حاجة ايه؟ هنحول السنجل تون ده او الكرنت كلاس ده لبرايفت، وبالتالي لو جينا هنا تعالى نمسح الكلام ده، لو جربنا ناخد مثلا كلاس ده وجينا هنا مثلا قلنا له عرف لي متغير من السنجل تون اس تي مثلا يساوي، تعال قول له نيو كده نيو، مش هتلاقي عنده نيو اصلا، مفيش نيو للسنجل تون ده.
سنجلتون ديمو لا، شايفين هو مش مفيش عنده خلاص، مفيش حاجه اسمها سنجلتون. ليه؟ لان احنا عملناها برايفت ممتاز. طيب اول خطوه عملناها ده يكون برايفت ممتاز. الخطوه الثانيه ان انا بعرف متغير سميته مثلا كونكشن، والكونكشن ده بيكون فاينل وستاتيك، يعني عشان يكون شير وعشان يكون فاينل ما حدش يعدل فيه ثاني، واديته انستنس واحد اول ما اشتغل في الفيرست ستارت بديله انستنس واحد. طب ممتاز، يبقى كده ايه حلينا ثاني مشكله، ان انا عملت انستنس والانستنس دي فاينل، واول مره بقى فيها النيو انستنس. طيب الكلاينت بقى عايز يستخدم الكونكشن ده، فبعمل له ايه؟ بعمل له اكسسور، وبعمل له مكان يقدر يوصل بيه، بقول له حاجه اسمها جيت كونكشن، وبيجي بترجع لي السنجل تون ده، بيروح يفتح الكونكشن. اذا كان طبعا اول مره بيحصل له انشيت، بس كل مره اروح اجيبه من ميموري. طب تعالى نشوف المثال ده نطبقه بشكل عملي كده. خلاص احنا عملنا الباتر، تعالى نطبقه على مثالنا بالظبط. تمام، يبقى ايه الفكره كلها؟ ان في السنجل تون جيت انستنس كل اللي هيعمله برضه هيفتح ديس كونكشن ودرايفر والكلام ده، وبعدين هيجيب لي الكونكشن بعد ما فتح مع الداتابيز، وبعدين هيجي هنا نقول ايه؟ نقول مين هنغير الكلام ده كله، هنقول ده سنجل تون دوت جيت الانستنس، وده هنا مثلا سنجل تون اس تي، هيساوي لنا سنجل تون الانستنس بتاعتي، وبعدين ريتيرن اس تي. وفي السنجل تون هنا هقول له ايه؟ في السنجل تون هقول له سيسو، وهنقول له في السيسو هنا هنقول له ايه؟ current instance is ودي له ايه؟ st dot dash code. تمام، وهنا طبعا هرجع لي سنجل تون connection. تعال نشوف بقى اللي هيحصل دلوقتي، تعال نعمل run، هنلاقيه كل الانستنس اللي اتفتحت هي في الاخر انستنس واحد. اي اوبجكت دلوقتي جديد بتعمل بيروح يرفرنس لنفس الانستنس، خلاص شايفين كل الميموري هي فيها انستنس واحد، وبالتالي اي اوبجكت هنفتحه هيروح يرفرنس لنفس الانستنس نمبر. طيب اللي احنا عملناه ده بنسميه ايه؟ بنسميه ايجر سنجلتون. ايجر يعني ايه؟ يعني انشاء سريع. ليه انشاء سريع؟ لان انا مجرد ما عرفت الاوبجكت فاينل اوبجكت عملت له اساين للانستنس او عملت كريت للانستنس، وبعدين عملت اكسسور للكلاينت ان كل مره يروح يجيب الفاليو او يروح يجيب البوينتر للانستنس. طيب احيانا هي الميزه ان هي طريقه سهله ما فيهاش خطوات في يعني كتيره في التنفيذ، ولكن هو هنا هينشئ الانستنس في البدايه وهسيبه لما الكلاينت يستخدمه، لما الكلاينت يستخدمه. في طريقه ثانيه ان انا مش محتاج الكلام ده كله، انا كل القصه بقى احول الفاريبل ده لبابليك، تمام، وبخليه نال، مش بديله اي فاليو، خلاص باجي هنا بس باجي في الاستاتيك واقول له ايه؟ اقول له ان الكونكشن ده اول ما نقول بسم الله كده يروح ايه ياخد نسخه يحطها في الميموري، خلاص هنلاقي الاكسبشن حتى هنا بقى الكومبايلر سعيد اهو شغال. ايه الفكره كلها؟ ان انا مجرد انشاء كلاينت او الكلاس او الاوبجكت، مجرد تجهيز الاوبجكت بيجي في الاستاتيك بيروح يكريت مكان في الميموري. هي نفس فكره الايجر، انشاء سريع برضو، ولكن مش محتاجين نعمل اكسسور للكلاينت، هو دايركت الكلاينت هيستخدم الفاريبل مباشره. عندنا طريقه ثالثه مثلا زي اللي بنسميها الليزي، الليزي سنجلتون. فكره الليزي سنجلتون، لا انا باجي اعمل ايه؟ بقول له انا هخلي الكلاينت هديله هنا في الجيت انستنس ده هقول له ايه؟ طبعا هنا مفيش نيو خالص، النيو هتبقى فين؟
كاتبها هنا، هقول له لو كان الانستنس دي او الكونكشن بتاعتنا ديت اذا كانت تساوي نل، ماشي، اذا كانت تساوي نل يعني مش موجوده في الميموري، يبقى في الحاله دي ايه؟ اخلي لي الكونكشن تساوي لنا نيو سنجلتون اللي هي دي، وبعدين نعمل لي ريتيرن دي. ممتاز كده، بقول له ايه؟ ادي الكونكشن اللي فوق، بص ريموف فاينل بس عشان ايه هنا ده ليزي كونكشن، فاقول له برايفت ستاتيك سنجلتون كونكشن، روح خلي الكلاينت لما يحتاجه هيروح ينشئ النسخه في الليست. تعال نشوف المثال ده، نعمل هنا ديباج وتعالى نشغل كده. اول مره الكونكشن قيمته نال، فهيروح ينشئ نسخه جديده في الميموري ويرجعها لي ابدا اشتغل عليها. تاني مره رحت هي قيمته مش نال فيها فاليو، ادي رقم الانستنس اهو، هيكمل. تالت مره هيجي هنا هيلاقي في برضه فيها انستنس موجود اصلا، فبالتالي هنلاقي كل مره خلاص ما بيدخلش على الكريت نيو خالص، فدي بنسميها الليزي سنجل. احيانا عندنا مشكله ايه هي؟ ان احيانا ممكن يكون الكلاس ده او الكونكشن ده بستخدمه داخل المالتي ثريد. داخل مالتي ثريد يعني ايه؟ يعني انا بيحصل اكتر من كريشن لنفس في نفس الوقت بشكل بارلل، فبالتالي ممكن يدينا مشكله انه هيفتح برضه اكتر من انستنس. يعني هنا لان هو شغال ثريد بارلل، فمثلا بينادي 10 مثلا انستنس في نفس الوقت، ممكن ال 10 دول يعمل لهم نيو لان هو مش شايفهم في الميموري، فبالتالي ما اتحلتش المشكله، صح كده؟ يعني الطبيعي لو عندي ثريد او مالتي ثريد كونكشن، فبالتالي هيروح كلهم ينادوا على الكونكشن، ولان هم ماشيين بارلل في نفس الوقت وبيكسكيوتوا في نفس التايم، مفيش لحد الاقل في الميموري اي انستنس، فهيدخلوا على الميموري مش هيلاقوا ال 10، فهينشئوا ايه؟ هينشئوا 10 كونكشن مره ثانيه، يبقى كده ما حللش المشكله. فعشان نحل المشكله دي فكان لازم نستخدم ايه؟ نستخدم حاجه زي سينكرونايز. سينكرونايز دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني في ان هو بيمنع الكونكشن الكرييشن اثناء المالتي ثريد ابلكيشنز. بالمنظر ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالمحاضره بتاع النهارده. المحاضرة بسيطة جدا، هي فكرة سنجلتون زي ما قلنا ان انا هي كريشنال باترن او ستايل، فكرته كلها ان انا بنشئ، بس عايزين ننشئ انستنس واحدة من الاوبجكت، مهما كان عدد الاوبجكت اللي هتتنشئ في الميموري كلهم هيكون ريفرنس او بوينت لنفس الانستنس نمبر او الانستنس اي دي في الميموري. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ومعاكم في المحاضرة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.